السلام عليكم. اولا قدم لنا نفسك. وعليكم السلام، انا سميتني فهد وعايش على برا، راني ولد فاس، عايش في مدينه باريس. بغينا نسولك كي جاتك الفكره ان جيتي لهذا المسبح هذا اللي كيتوفر على البحر كما تنقولوا في مدينه فاس؟ ايوا، انا عندي والدي عايشين في فاس، كنجيو لعندهم في العطله في الصيف. وبالنسبه ليا في فاس كاين غير ما كاينش شي بيسين كبيره بحال غير ماكواتيك افيك لي توبوغون ولي زوتيل. المهم في هذه البلاصه هذيك كاين كلشي بلا ما تخرج. واخا انا ساكن ميتين فاس، كنهز واحد الاوتيل هنايا كنجلس فيه 10 ايام مع ولادي، عندي جوج ولاد بنيت وليد، وكنجيو كنفوجو هنايا في البروده في فاس. وبالنسبه لكم الاثمنه في المتناول ولا مرتفعه ولا شنو؟ صراحة الله راني بولا بولا بريستاسيون ولا كاليتي كي كيعطيو كي انا بالنسبه ليا سي با ديرونجون. راه كاين بزاف الناس ديال فاس اللي عايشين في المغرب وراهم كيجيو كل نهار. انا ملي تاني كنجي ديك العشر ايام كنتلاقى بكلشي، بالفاكونس، بالناس ديال المغرب، ماشي زعما يتسال. تقدر تشوف انتوما راه سي كو دي فامي، ماشي ما تلقاش شي مشكل مع شي ناس ولا شي حاجه، سي كو دي فامي وليدات و صح. دابا نتايا كل عطله كتجي دوزها لهنا في فاس وكتجي تستافد في هذا المسبح هذا؟ انا من النهار اللي حل هذا البروجي هذاك وكنجي كل عام كنجي لفاس نشوف والديا، وديما كنجي لهنايا الصراحه بالكاليتي والسيرفيس ديالهم انا عجبني بزاف. دابا انت جيتي من بلاد الغربه وجيتي لمدينه فاس اللي ما فيهاش البحر، ولقيتي مكان كيتوفر على البحر، شنو الفكره ديالك؟ الفكره ديالي مرة بحال قلتي راه ما كاينش البحر في فاس، وفي الصيف راه شويه الحراره و خصنا ضروري نتفوجوا في الماء وندي الوليدات باش يتبردوا، والحمد لله لقينا ريما كواتي. شنو الرساله ديالك لمن تبغي توجهها؟ نوجهها لاي واحد اللي كيجي لفاس ولا كيجي يزور فاس، خصو ضروري يدوس هذا البروجي سينو اللي بغى يجي لفاس راه عندنا البحر. اللي غايجي لفاس كاين البحر، كاين كلشي موجود الحمد لله. ما تيقولوا الحراره امامكم والبحر. ايوا ضروري الحراره في مدينه فاس راه معروفه بشحال هذيك، والحمد لله راه حنا كنتبردوا، راني كنجلس هنايا 10 ايام وما كنحش بشي حراره، كنجلس في البيسين النهار كامل مع ولادي والنهار كيدوز مزيان الحمد لله. شكرا.